شوف الكارثة هذه. دابا الواد تقاضى منو الأكسجين، ها الحوت كيموت، ها الناس كتجمع باش تبان عباد الله. مشكل هو ديك الحوت دابا مات، غيولي غيكون متسمم. الله يحفظ قوتي للحوت. ها باش تكون عارف والله الا نسمون بالله. توصلنا هاد الصباح هنا في المرصاد بصور وفيديوهات من طريق بعض النشطاء وخاصة فاعلين مدنيين معي المنطقة، بصور كتوثق العمليات ديال لفت البحر مجموعة من كمية هائلة من الأسماك اللي تبين أنها في حالة نفوق. طبيعة الحال هذه عملية ماشي الأولى من نوعها اللي كتعرفها المنطقة، لأن كانت الدائرة سبق لها حدثت. فمباشرة من بعد التوصل ديالنا بهاد الصور بهاد الشرائط التوثيقية، فباشرنا ربط الاتصال بواحد مجموعة من المؤسسات اللي عندها الاختصاص الترابي بالموضوع. فلحدود الساعة ما كاينش يعني شي بلاغ رسمي أو شي تفاعل مستوى متقدم، فقط شجنا انطلق التتبع ديالنا للتواجد ديال واحد المجموعه ديال المسؤولين ديال المنطقه بعين المكان. لحدود الساعه يمكن ناكد بانه الاسباب الحقيقيه وراء الظاهره غير قائمه، ولكنها في جميع الحالات هي اسباب مرتبطه بخلل في المنظومه البيئيه، اللي اما بالنتيجه ديال التدخل ديال البشر او شيء اشياء اخرى. لكن المؤكد في العملية أنه كتربطنا بسؤال آخر اللي مرتبط بالقدرة على تدبير ديال المجال العمومي وكذلك الساحل، لأنه كانت عندنا سواء كمرصاد أو جهات أخرى عندها مجموعة من المقترحات اللي كانت كتجاه الضرورة ديال إلى الموضوع الكثير من العناية، لأن الظاهرة ديال نفوق الأسماء ولو أنها ما كتحتاجش بشكل كبير، لكن بشكل عام التعاطي مع الساحل مازال كيفتقر للجدية والمسؤولية المطلوبة، لأن الظواهر الكثيرة اللي عندها مساس خطير لا بالمسألة البيئية ومسألة ديال التوازن والتوالد ديال الأسماك والتكاثر ديالها، خاصة السمك اللي عنده طبيعة ساحلية، أو على مستوى ديال الصيد واحد مجموعة من أنواع ديال الأسماك بطريقة عشوائية، والبيع ديالها للساكنة على مدار الشريط الساحلي الممتد من طنجة إلى المتوسط، على الشريط ديال المتوسط بشكل كبير. هذا موضوع اللي حقا كنعتبروا حنا في المرصد أن هذا الحدث ما هو إلا نقطة من النقاط الكثيرة اللي يمكن أنها ساعدت في تسليط الضوء على واحد مجموعة من الظواهر اللي كتعرفها المنطقة. كنتمنوا أن الموضوع ما يتوقفش عند هذا الحد، ويكون يعرف يعني الإحاطة ديال الرأي العام بأسباب الظاهرة أولا، ثانيا الخطوات الإجرائية اللي يمكن أنها تكون متخذة باش أنه الحتم الظاهرة، وكذلك التثمين والحفاظ على المنتوج السمكي بالمنطقة، وكذلك الشريط الساحلي بالأدوار اللي يمكن أنه يلعبها. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.